هل من الممكن أن الإعلام الحديث يكون بديل للإعلام التقليدي بشكل عام؟ تسألني عن الإعلام الحديث، الإعلام الرقمي؟ نعم. طيب، إحنا اخترنا في المكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة منذ الإنشاء في عام 2018 أنه نأخذ طريق الإعلام الرقمي. نعم. لقينا أنه هو الطريق الأسرع والأسهل، لأنه أنشئ المكتب في 2018 وكنا نبغى نستبق الأحداث، في نفس الوقت كمان كنا نبغى نوصل الرسالة للعالم، ولقينا أنه إذا قدرنا نتملك اللغة العربية والإنجليزية في المحتوى نقدر نوصل رسالتنا. جميل. فاخترنا هذا الشيء، لكن طبعا مجرد اختيار المواقع والإعلام الحديث والمواقع الرقمية لا يكفي، لازم كمان دراسة إيش المحتوى اللي ممكن يعني يكون له صدى. مثل ما حضرنا في الجلسة الأولى الحوارية سعادة محمد جلال الريسي قال مش كل الإعلام متركب على كل شعب، يعني في دول معينة طريقة استيعابها للإعلام والمواد والمحتوى غير دول ثانية. فحتى لما إحنا قاعدين نستعمل هذه التولز الأدوات لازم نشوف كمان إيش المتغيرات. يعني إحنا لما بدأنا نحط مثلاً فيديو على المحتوى كنا نحط مثلاً فيديو 3 دقائق. نعم. الآن بعد 6 سنين استحالة مثلاً أكثر من دقيقة واحدة أو أقل، فالأشياء لازم نواكب المتغيرات، نشوف مين اللي بيستهلكوا هذه المواد، مين الجمهور، إيش اهتماماتهم، قد إيش المدة الاستيعابية لخبر واحد أو خبرين. فكل هذه الأشياء قاعدين نستعملها، والملتقيات اللي مثل اللي صارت اليوم بالعكس يعني الفائدة تعم على الجميع، ناخذ من الخبرات، ناخذ من كل يشارك مع بعض إيش الخبرة أو الفرص أو التحديات اللي قاعدين نواجهها. نعم صحيح، الكل حاليا يتعلم من تجارب الآخرين بشكل عام، والإمارات ممكن نموذج لهذه التجربة الجميلة بحكم أنها جمعت بين الاثنين. لكن اللي ممكن حاليا لازم الكل يسأله كمكاتب حكومية للإعلام وواجب أنكم توصلون الجمهور بشكل أو بآخر، هل تتوقعون أن وسائل التواصل الاجتماعي يعني صارت وسيلتكم لتعزيز التواصل مع الجمهور بحكم أن الجمهور واستيعابه للأخبار بشكل أو بآخر اختلف عن أيام قبل؟ وأنا ممكن في سؤال ثاني أحب أني أسألك عليه صراحة، أنت مع أي مدرسة؟ المدرسة التقليدية ولا مع المدرسة الجديدة والحديثة؟ أنا مع مدرسة أنه الخبر ينتشر بالشكل الصح. جميل. إن كان تقليدي، الإعلام التقليدي إحنا ما نستغنى عنه. أكيد. أنا من الناس اللي أحب أمسك الجريدة بيدي، ما أحب أتصفحها يعني إلكترونية. زمان أول زمن الجميل. لكن لازم أشوف مثل ما شرحت لك، لازم أشوف أنا مين جمهوري. الآن تغير شكل الإعلام عامة في العالم كله. سياسة المنبر الإعلامي، الإعلام من طرف واحد ما نقدر نطبقها خلاص، لأنه الآن حتى لو أنا حطيت خبر عن طريق منبر في نقاش داير في المواقع الاجتماعية قاعدة تتناقش عن الخبر اللي أنا طلعته. نعم. سواء بالإيجاب أو السلب. صحيح. فأنا لازم أكون موجودة في وسط الحدث علشان أقدر أتناقش وأدير النقاش وأشوف إيش النقاط اللي ممكن أركز عليها أكثر، إيش الاهتمامات اللي أكثر. فيمكن الإعلام الجديد أعطاني فرصة أني أنا أقدر أقيس بالداتا إيش مشاعر مجموعة من الناس تجاه خبر معين. نعم. إيش الأشياء اللي لازم أركز عليها، فين الاهتمامات. في الإعلام التقليدي ما عندي هذه المجال أني أنا أقدر أقيس إلا عن طريق السيركوليشن، قد إيش كم جريدة توزعت. صحيح. في اليوم. وحتى الإعلام التقليدي
صار الآن يتبنى أجد الطرق في أخذ نفس هذه البيانات ووضعها على في الإعلام الرقمي. جميل جدا. يعني نحن بالنسبة نحتاج أيضا يمكن الإعلام الحديث سهل لنا الوصول للمعلومات أو خلنا نتكلم الوصول للإحصائيات اللي ممكن نعم. تنفعني نعم. فأنا ممكن أدرس سلوك المستهلك أو مستهلك الأخبار اللي أنا أوصلها على أساس أني أوصل الخبر بالطريقة الصحيحة اللي تناسبه. صحيح. وأنتوا تستخدمونها لأجل هذا الشيء، لكن صحيح. ممكن حاليا مثل ما أنت تعرفين أنها دخلت علينا تكنولوجيا جديدة واللي هي الذكاء الاصطناعي، والذكاء الاصطناعي حاليا صار يستخدم بشكل كبير في أماكن كثيرة في العالم. كيف يمكن للمكاتب الإعلامية الحكومية بأنها تستخدم هذه التكنولوجيا الحديثة لتعزيز تواصلها مع المجتمع وأيضا الجمهور اللي موجود واللي حابلون أنهم يوصلون له؟ كيف أنكم حتى تقدرون تستخدمون الواقع المعزز والواقع الافتراضي لأنكم توصلون أكبر شريحة ممكنة من الجمهور؟ أنا أقترح على أي جهة نعم. تبغى تستخدم الذكاء الاصطناعي إن تشوف كل شيء متاح وإمكانات هذا الذكاء الاصطناعي. نعم. يعني إحنا الآن تعمل داونلود على تشات جي بي تي، وفي ناس كثير يسألوها كما يحطوها كمنصة يسألوا أسئلة. نعم. لكن إمكانات الذكاء الاصطناعي تفوق تخيلنا. صحيح. ومتغيرة كل يوم بعد يوم. نعم. فلازم نكون عارفين إيش هذه الإمكانات، نشوف إيش استراتيجية المكتب الإعلامي وكيف أقدر أسوي حلقة وصل بين الاثنين. جميل. يعني ليها طبعاً أشياء معينة لازم تكون ضوابط. تكون يعني نكون حاطينها في بالنا وضوابط مثل نعم. ما تفضلت. يعني مثلاً هذه الذكاء الاصطناعي هو ذكي لأنه التعلم مستمر. نعم. أي مادة أي معلومة تحطها في أي مكان في العالم تجمع هذه المعلومات وتتعلم وتصير أذكى وأذكى. صحيح. لازم كمكتب إعلامي حكومي أتحرى إيش المعلومة اللي أنا قاعد أحطها. إذا معلومة سرية أنا ما أقدر أحطها لأنه ما أعرف فين ممكن توصل هذه المعلومة. صحيح. المعلومات اللي ممكن تساعدني فيها هي معلومات طلعت already published للإعلام، معلومات ترويجية أقدر يعني الوقت اللي أنا ممكن أحد يكتب مادة ترويجية كاملة ممكن أختصره. لكن صراحة لو تسألني أنا أفضل أنه المحرر هو اللي يبدأ بالنص، لأنه هذا الحس والإحساس بالمادة اللي قاعد يكتبها صدقني هذا الشيء ملموس الذكاء الاصطناعي ما يقدر يوصل له. صحيح. لكن ممكن الذكاء الاصطناعي ممكن يسوي editing لهذه المادة من ناحية يعني مثلا طريقة ممكن يكون شيء مادة مترجمة من انجليزي العربي نعم. فخان التعبير في الترجمة نعم. فممكن الـ AI يساعد في هذه الأشياء. صحيح. كذلك ممكن مثلا احنا انا ممكن ارسل دوكيمنت لجهه معينه اطلب تقييم لمشروع ولا شيء معين نعم. انا ممكن اعطي كل المعطيات وبدل ما انا اخذ مثلا اطلب من احد الزملاء في المكتب عندي انه يشتغل لي على كل الاشياء اللي انا احتاجها في الار اف بي نعم واخذ من وقته 3 ساعات ممكن يحط هذا الوقت الثمين في شيء اهم. صحيح. الاي اي يسوي لي هي في ثواني. صحيح. فلازم الواحد يقيس ما هو اتس نوت وان سايز فيتس اول يعني. صحيح. لازم حسب احتياجات المكتب نعم. يكون الواحد واعي ايش المواد والمعلومات اللي قاعد يغذيها نعم. لكن اكيد اقدر استعملها لانه وقتنا ثمين. اكيد اكيد طبعا. لكن لا استبدال للعنصر البشري. للعنصر البشري أكيد طبعا. ونحن سعيدين أصلا بهذه التكنولوجيا الجديدة وأننا نحن نطبقها، وأكيد كل الشكر لك على تواجدك معنا. الله يعني. أستاذة هبة فطاني المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة. شكرا. سعيدين بتواجدك ونتمنى لك التوفيق في هذا الملتقى، وأكيد نحن سعيدين بتواجد كل هؤلاء الإعلاميين اللي يضيفون الكثير للإعلام. طبعا اكيد كل الشكر لضيفتنا هبه، ونتمنى ان شاء الله باذن الله تكون اللقاءات القادمه فيها الكثير من الفائده للمشاهدين.